في النضارة. إنما أنتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ أيوة إحنا بناخدها. أنت قاعد عبيط ولا بتستعبط؟ ألواني. أنت هنا مجرد موظف. تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت ماني إيه دي؟ يعني مصروف جيبة روح أمك. إحنا ورانا مصاريف جامدة أوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس. أنت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف مصاريفك كتير قوي. ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور. تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكره تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانيه، ما نحبش ناكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدا الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه.